منذ أن وجد الإنسان على وجه البسيطة وهو يجتهد في تكوين الحضارة تلو الحضارة وتخليدها بالشكل اللائق بها وإعطاء مفاهيم أوسع وأشمل لهذه الحضارة بما تتضمنه من علوم إنسانية واجتماعية وفكرية وثقافية. وعندما يتعلق الأمر بالأنثروبولوجيا الثقافية فإنه علينا أن نرجع إلى زاوية أخرى أكثر انفراجا لعلوم الإنسان، ألا وهي زاوية التراث الشعبي. هو بشكل عام النصوص القديمة هي تعبر عن اللهجة المحلية القديمة، لذلك الآن إذا مثلا نحن حبينا أن نصل لكلمة معينة من اللهجة الإماراتية نفعل مثل ما فعله العرب القدامى حينما دونوا اللغة العربية الفصحى، وهي قضية الاستشهاد بأبيات من الشعر مثلا أو مثل شعبي أو قول مأثور كان سائد على ألسنة الناس في الماضي، ندلل فيه على أن هذه الكلمة كانت موجودة ومستعملة في لهجتنا المحلية الدارجة القديمة. في العصر الحديث الجيل الجديد الآن الشعراء، أقصد من الجيل الجديد، ما نقدر ناخذ من لهجتهم أو من أشعارهم لنستشهد بها على الكلمات الأصيلة القديمة. ليش؟ لأن الجيل الجديد صار مثل ما صار أيضا في التحولات اللغوية اللي طرأت على اللغة العربية الفصحى بعد الانفتاح اللي صار، فصار الآن أنت عندك روافد كثيرة دخلت على اللهجة المحلية وأحدثت فيها تغييرات كبيرة، جاءت عن طريق التعليم الحديث، جاءت عبر وسائل الإعلام، عبر تعلم اللغة الإنجليزية، وكثير من التراكيب اللغوية تغيرت، عرفت كيف؟ الاختلاط مع العمالة الآسيوية اللي تتكلم لغة عربية مكسرة وما إلى ذلك، يعني كل هاي أثرت على اللغة العربية المحلية الدارجة، فما أقدر الآن أنا أستشهد بالأبيات الحديثة وبالشعر الحديث على الكلمات القديمة الأصيلة. ماذا نفعل إذن في هذا الحال؟ نعتمد على التراث الشعري القديم اللي هي نقدر نقول إلى فترة قيام الاتحاد، أو الشعراء القدامى اللي عايشوا حتى في فترة عاشوا إلى فترة قيام الاتحاد، هؤلاء كانوا محتفظين بلهجتهم الأصيلة القديمة وأشعارهم نقدر ناخذ منها نستلم منها الأبيات اللي فيها استشهادات على هذه الأبيات على هذه الكلمات أو اللغوية المفردات أو حتى الأمثال الشعبية. إن أكثر ما تفرضه البيئة على الإنسان هو طريقة تعاطيه معها وترجمة ذلك بلغته المحكية أو ما يطلق عليها اللهجة. واللهجة هي مجموعة من الصفات اللغوية تنبثق من بيئة معينة، قد لا تختلف عن لهجة بيئة مجاورة ولكنها لا تتطابق معها بالمطلق. في دولة الإمارات مجموعة كبيرة من اللهجات المتناثرة والممتدة باتساع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة. في نظري هناك عدة بيئات لهجية في هذه المنطقة، مثلا بيئة لهجات المنطقة الغربية، بالطبع المنطقة اللهجية تتشارك فيها مجموعة لهجات في أكثر الظواهر الدالة عليها التي تتقاطع وتتشابه فيها، وهي تختلف في بشكل عام عن اللهجات التي توجد في البيئات أو المناطق اللهجية الأخرى. مثلا بيئة لهجة أبوظبي، مثلا مدينة أبوظبي، بيئة وما حولها، بيئة لهجة مثلا دبي والشارقة وعجمان والحمرية والملكوية بشكل عام بيئة متقاربة، بيئة لهجات رأس خيمة فيها عدة بيئات لهجية، منطقة رأس الخيمة مثلا، منطقة المعري، لهجات المناطق الجبلية مثلا، لهجات أيضا المناطق المنطقة الوسطى وما حولها مثلا أيضا، أو لهجات البادية هي هذه بيئة، لهجة العين مثلا، لهجات المنطقة الشرقية مثلا دبا وما حولها، مثلا ضدنا والبدية وما قاربها، خور فكان وما قاربها، أيضا حتى الفجيرة وكلبة، لهجات المناطق الجبلية غرب دبا مثلا، مناطق الحلا، حتى مناطق المصافي، لهجات أخرى مثلا منطقة السيجي، حتى الفرفار، حتى مثلا وما حولها. هذه بيئات لهجية هي تتشارك بشكل عام في بأنها لهجات معبرة.
عن 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 قبائل وسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختلف باختلاف الطبيعة اللهجية. بالطبع هي تعود أكثرها أو كل اللهجات بشكل عام تعود إلى القبائل التي كانت تسكن هذه المنطقة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، قبائل الأزد، قبائل تميم، قبائل عبد القيس، قبائل أخرى ذابت ضمن هذا الخضم السكاني الكبير المنتشر، والذي بقي محافظا على كثير من ظواهر هذه اللهجات القديمة. بخصوص البيئات في الإمارات اللي نقدر نصنف اللهجات وفقها، عندنا نحن أربع بيئات: بيئة البادية، وبيئة البحر الساحل، وبيئة المناطق الجبلية، وبيئة المناطق الزراعية، اللي هي نقدر نقول عنها أنها على وجه الخصوص مناطق المقيض اللي كانوا يقيضون فيها، وبعضها ما كانت مناطق مقيض لكنها مناطق زراعية. ونجد أن في تداخل أحيانا بين هذه البيئات، يعني نجد أن في البيئات الجبلية توجد بيئات زراعية وفي بيئات غير زراعية في المناطق الجبلية. هذا التنوع في البيئات في داخل نفسه يوجد تنوع، مثل ما ذكرت عن البيئة الساحلية، حتى في البيئة الجبلية نجد تعدد للألسنة، نجد لهجات عديدة. نجد أن أهل المناطق الجبلية في روس ليبال على سبيل المثال في رأس الخيمة، وفي أيضا المنطقة الشرقية في إمارتي الشارجة والفجيرة، نجد تنوع في اللهجات بتنوع القبائل وتنوع المناطق. ونجد أيضا المناطق الجبلية في غيرها روس ليبال أيضا نجد عندها لهجات مختلفة. يعني على سبيل المثال المناطق الجبلية اللي موجودين فيها الشحوح والحبوس والظهوريين، هذه عندهم لهجات فيها شيء من التشابه، وفيها أيضا خصوصية لكل قبيلة من هذه القبائل اختلاف. أيضا نجد النقبيين عندهم لهجة مختلفة أو لها خصوصية. أيضا في خرفكان نجد هناك، وأيضا في بعض المناطق اللي في تشلبة أيضا، ونجد في مناطق دبا، في المناطق الجبلية، في العين على سبيل المثال منطقة حفيت والمناطق القريبة منها، نجد أيضا هذا التنوع في اللهجة والخصوصية. كذلك في المناطق في البيئة البدوية، بيئة البادية، نجد أن في الإمارة نفسها نجد تنوع في الألسنة، ألسنة البادية. يعني على سبيل المثال في المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي نجد مجموعة من اللهجات، المناطق الحدودية مثلا منطقة السلع نجد فيها خصوصية في اللهجة تختلف عن اللي في المدينة الغربية نفسها. كذلك نحن لو بني حق منطقة سويحان على سبيل المثال في عندهم خصوصية في اللهجة، في العين كذلك. ناهيك عن الإمارات الثانية، نجد أن مثلا في بادية دبي وكذلك في بادية الشارجة بنتجه إلى مناطق المدام والذيد وهلج المعلى، وحتى في بادية أم القوين منطقة الرافع على سبيل المثال. في عمان كذلك نجد بيئة البادية أيضا موجودة. في رأس الخيمة نجد مناطق الساعدي وبعض المناطق البادية فيها، هناك خصوصية في اللهجات في المناطق نفسها. يعني على سبيل المثال بعطيك أيضا في الذيد أن نجد عايشين في بادية الذيد أكثر تواجد أكثر من قبيلة في نفس المنطقة، ومن 200 و 300 سنة موجودين ومتناسبين، لكن تجد أن في فروقات في اللهجة بين جبيلة وجبيلة، طريقة نطق الكلمة، حد يقول يدي وحد يقول إيدي، حد يقول هني وحد يقول هنا. حتى في الغربية في إمارة أبوظبي نجد اللي يقول سيارتي وحد يقول سيارتية. اللهجة الإماراتية لهجة كما ذكرنا لهجة على مستوى من القوة. قوة اللهجات تكمن في الذخيرة اللغوية أو المخزون اللغوي الذي لا يتأثر باللغات الوافدة
إلا في حاجة الاقتراب ما لم يكن المرادف اللغوي لهذا المصطلح المادي موجودا فيها. بشكل عام الاقتراب لهجات دولة الإمارات أو لهجات الجزيرة العربية من اللغات الأخرى ليس اقترابا يعني كبيرا. هناك ثلاثة مستويات لما يمكن أن نسميه المعرب والدخيل في لهجات دولة الإمارات أو في لهجات منطقة الجزيرة العربية. أول المستوى الأول وهي الألفاظ التي بقيت قديمة جدا في لهجات دولة الإمارات وهي كانت موجودة في اللغة العربية الفصحى. هذا مستوى موجود وهذا لا يمكن أن نتدخل فيه الاعتبار أنه أصبح جزءا من نسيج الفصحى التي انتقلت حسب حركة التطور اللغوي الزمني إلى لهجات الحالية. المستوى الثاني وهو مستوى المعرب والدخيل ومستوى الألفاظ التي وردت إلى لهجات دولة الإمارات يعني في الستينيات وفي السبعينيات مثلاً. مثل شعبي يقول شنيوب غرق يمل. الشنيوب شو هو الشنيوب؟ والسلطعون الأبيض هذا اللي نلاحظه يجري على شاطئ البحر. في مثل شعبي يعني أو هذا المثل الشعبي يضرب عادة حق الشخص الحقير اللي يعق إنسان عظيم في ورطة بسبب خداعه له. فيشبهون هذا الموقف بالشنيوب الذي أغرق جملا. يقول كأن الجمل كان واقف على شاطئ البحر وخطامه يتدلى، فجاء الشنيوب وأمسك بكلابتيه الخطام الناقة هذه ومشى به إلى داخل البحر وتبعه الجمل حتى داخل البحر فغرق. هذا الكائن البسيط الصغير بالمقارنة مع حجم الجمل ورط الجمل وعقه في البحر، فيضرب به المثل شنيوب غرق يمل. أنا أستشهد من هذا المثل أن الشنيوب هذا يعني مسمى لكائن بحري كان موجود على شاطئ الإمارات مثلا، وأن الناس في الماضي كانوا ينطقون كلمة جمل يمل من باب تحويل الجيم إلى ياء مثل ما نلاحظ في بقية اللهجات العربية. بالطبع لا يمكن أن نقول أن هناك لهجات أو لغات قد دخلت بشكل عميق، وإلا فإن اللهجة واللغة تفقد مكانتها وأصالتها واستمرارها. ولكن هناك ألفاظ نقول أن هناك ألفاظ قد تدخل بين اللغة أو بين اللهجة والأخرى، يعني كما أن لهجة دولة الإمارات قد بطبع بحكم التجاور الزمني والتجاور المكاني أخذت يعني دخلتها بعض الألفاظ من لغات أخرى مجاورة، كما دخلت أيضا إلى لهجات بقية لهجات الخليج العربية أو الجزيرة العربية. أيضا لهجات دولة الإمارات دخلت ألفاظ من لهجات أخرى مجاورة، جهلات مثلا لهجات خليجية مثل قاعد، يعني والله فلان قاعد يرمس أو قاعد يتكلم أو قاعد يأكل مثلا، كلمة إحنا نستعمل يالس بمعنى جالس. بالطبع يعني هذا يستعمل في بعض اللهجات الخليجية الأخرى. إن تنوع تضاريس جغرافية شمالاً وجنوباً بين بيئة صحراوية وأخرى ساحلية وثالثة جبلية يخلق طيفاً ثقافياً واختلافاً فكرياً بين المجتمعات، فسكان الساحل المطل على البحر وما ورائه يتأثرون دائماً بما يحمله لهم هذا المد الأزرق من كنوز ومعارف فيقبلون عليها، لذا يكون لسانهم أقرب إلى عمق البحر الغني بما يحتويه. أما سكان البادية فهم رحالة تدفعهم الظروف المعيشية إلى تغيير إقامتهم باستمرار بحثاً عن الماء ووفرة الغذاء لهم ولماشيتهم. يجب أن نضع في الاعتبار أيضاً أن لا توجد لهجة ساحلية واحدة في الإمارات، هناك مجموعة من اللهجات الساحلية في الإمارات، وأحياناً في الإمارة نفسها نجد أكثر من لهجة ساحلية. على سبيل المثال لهجة أهل البحر وأهل المناطق الساحلية في إمارة أبوظبي تختلف عن لهجة أهل البحر والمناطق الساحلية على سبيل المثال في إمارة الشارجة، وتختلف ولهجة المناطق الساحلية في أبوظبي والشارجة تختلف عن لهجة أبناء المناطق الساحلية في
خورفكان في الشارجة أيضا، المناطق الساحلية في خورفكان كذلك، اللي في خورفكان تختلف لهجتهم عن لهجة المناطق الساحلية في رأس الخيمة مثلا في منطقة الجزيرة الحمراء. فهناك مجموعة من اللهجات الساحلية في دولة الإمارات، وهذا أشوفها أنه يعكس الثراء اللي موجود عندنا في دولة الإمارات في البيئة نفسها، في بيئة البحر هناك تعدد كبير في اللهجات على مستويين، على مستوى طريقة النطق لبعض المفردات وهي ما تسمى بالظواهر الصوتية، وعلى مستوى المفردات نفسها والمصطلحات المستخدمة فيما يتعلق بعناصر الحياة البحرية أو فيما يتعلق بعناصر الحياة اليومية اللي موجودة عندهم. التنوع اللي موجود عندنا، التنوع القبلي اللي موجود، تنوع الأصول العربية للقبائل عندنا، هذا الشيء طبيعي، ووجوده أيضا مهم. كل الألسنة هذه كلها عربية وكلها تكمل بعضها البعض. صلاة ربي عليك يا محمد، عليك يا محمد، صلاة ربي عليك، عليك يا محمد. عليك، عليك يا محمد، عليك، عليك يا محمد، عليك صلاة ربي عليك، عليك يا محمد. Come on!
يتعرض الإنسان على مر العصور والحقب إلى تغييرات وتطورات جوهرية تزحف على تفاصيل الحياة اليومية من مأكل وملبس وعادات وتقاليد، بالإضافة إلى اللسان. لغة الإنسان نفسه التي تقف جسراً بينه وبين بني جلدته، تقف أيضاً على مرمى السمع متأهبة لرحلة اللاعودة. هناك حقيقة لابد من الإشارة إليها. هناك قاعدة تقول بأنه ما في جيل يأخذ كامل اللغة عن الجيل الذي سبقه. دائماً الجيل الجديد يأخذ جزء كبير من اللغة السابقة، حصيلة المفردات اللغوية والتراكيب السابقة، ويحذف منها شيء تلقائياً ويحل محله جزء جديد. مثلاً نحن نضرب مثال، الحياة في الماضي كان الطبع يعني الاقتصادي لها مثلاً قائم على أن الغوص على اللؤلؤ. في البادية الحياة قائمة على الرعي وعلى طلب العشب والكلى وغيره وعلى النقل البري، أنشطة اقتصادية تختلف عما هي عليه اليوم اختلافا كبيرا جدا. كل حرفة من هذه الحرف في الزمن الماضي لها مصطلحاتها الخاصة فيها، آلاف المفردات. لما تغير نمط الحياة بدأت هذه الألفاظ والمصطلحات القديمة والمفردات تفقد أهميتها. ليش؟ لأن ما عادت تستعمل، صح؟ فلما يعني فقدت أهميتها صار حالها مثل حال ورقة الشجرة التي تجف ثم تسقط تلقائيا. ظل جيل الآباء يحفظون معاني هذه المفردات، ريثما انقرض ذلك الجيل. بعضها وجد سبيله إلى التدوين في معاجم وبعضها لم يجد. الجيل الجديد ما عاد يتحدث بتلك اللهجة، ما عاد يحتاج إلى استعمال تلك المفردات لأن الأنشطة الاقتصادية مالها غير موجودة. بالمقابل دخلت الحياة الحديثة تدريجياً إلى مجتمع الإمارات حاملة معها آلاف مؤلفة من المفردات الجديدة المتعلقة بالصحة وبالتعليم وبالإدارة الحديثة وبالسيارات وغيرها. ثم في عصرنا الحالي الأجهزة الإلكترونية وكل شيء طرأ في الحياة له مفرداته، سواء العربية أو المعربة يعرفها الجيل الجديد. فالجيل الجديد غير ملزم بأن يروح يستعمل الكلمات والتراكيب القديمة. إذا جاء واحد اليوم ويستعمل التراكيب القديمة في الكلام والجمل القديمة يستثقلونه الناس، لأن هذا مثل الشخص اللي لابس لباس قديم ما عادت الموضة اليوم تتقبله. اليوم تغيرت الموضة في اللباس وفي مختلف شؤون الحياة، وكذلك موضة الكلام. فإذا تتكلم باللهجة القديمة ما يتقبلونك، يستغربون منك، يقولون هذا إنسان معقد، إنسان كذا. فأنت لازم تتكلم باللهجة السائدة في عصرك. أهل المنطقة الغربية في إمارة أبوظبي معروفين بأنهم أهل بر وبحر في نفس الوقت. هم في الأصل أهل بر، أهل بادية، واتجهوا إلى البحر في الزمن الماضي أو إلى عهد قريب، إلى ما قبل الاتحاد واكتشاف اللؤلؤ الصناعي وانتهى عصر الغوص على البحث عن اللؤلؤ. كانوا يمدون الغوص في أيام الغوص وعقب يردون يعيشون حياة البادية. لذلك الخصوصية في اللهجة اللي موجودة عندهم تختلف عن لهجة أبناء المناطق الثانية من بيئات البادية اللي هلا ما يمدون الغوص، اللي مثلا في الإمارات الشمالية ما مدوا الغوص. لذلك صار عندهم اختلاف على صعيد اللهجة نفسها، على صعيد الظواهر الصوتية، وعلى صعيد المفردات، استخدام المفردات. وتجد أحيانا أن الاختلاف كبير. في ملاحظة مهمة يجب أن نشير إليها، أن أبناء المناطق البادية نجد عندهم المفردات الدخيلة أقل من المفردات الدخيلة في اللهجة والمعربة في اللهجة عند أبناء المناطق الساحلية، لأن أبناء المناطق الساحلية عندهم تواصل أكثر مع الأقوام الأخرى طول السنة. أما أبناء المناطق البادية حتى وإن مدوا البحر تلقاهم يمدون البحر كأفراد وكمجموعات، يمدون في الغوص 4 شهور في نص البحر ويردون، ما يحدث هكذا الاختلاط الكبير مع أبناء الحضارات الأخرى. لكن الجميل أن أبناء المناطق الساحلية رغم وجود تعريب المفردات عندهم إلا أن حافظوا على هويتهم وحافظوا على أيضا الخصوصية في اللهجة وفي المفردات اللي موجودة عندهم، رغم أن ما أخذت المناطق الساحلية حقها
في جمع المفردات ذات الأصول العربية، وفي نفس الوقت مناطق البادية في الغربية في أبوظبي أيضا لم تأخذ اللهجة في المنطقة الغربية حقها أيضا من البحث من الجامعين القدامى للهجات العرب ولغتهم والمدونين القدامى، لم تأخذ لغتهم ولهجتهم حقها. وأنا أعزو السبب إلى أن المنطقة الغربية كان ما كان الوصول لها سهل في الوقت الماضي على اللي جمعوا اللغة وألسنة العرب في الماضي. نجد أن بعض الظواهر الصوتية موجودة في خارج الإمارات عند بعض القبائل العربية، ونجد أن بعض الظواهر الصوتية واللهجية موجودة في الإمارات من منطقة إلى أخرى، يعني هناك تباين بين هذه اللهجات اختلافات، وهناك تشابه بين هذه اللهجات، تشابه على صعيد طريقة النطق وتشابه على صعيد استخدام المفردات. من المفردات اللي نقدر نقول عنها أنها تعكس التعدد في اللهجات على نفس المعنى، يعني بعطيك على سبيل المثال كلمة الحربية اللي تستخدم ومعروفة في يعني إمارة أبوظبي وبعض الإمارات القريبة منها، تقال في الإمارات الشمالية والشرقية مثلا تسمى الرزفة. ونجد أن أحيانا بعض القبائل يستخدمون الكلمتين مع بعض، وأحيانا لا ما يستخدمون أو ما يعرفون إلا كلمة واحدة منها. هناك بعض الظواهر الصوتية أيضا، يعني نتحدث مثلا عن مخاطبة الآخر في صيغة التأنيث، مثلا مخاطبة الأنثى استخدام الشين محل الكاف، كاف المخاطب، إش حالش، هذه على سبيل المثال موجودة مثلا في بعض المناطق الجبلية في المنطقة الشرقية، ونجدها أيضا موجودة كظاهرة صوتية في داخل الإمارات في بعض مناطق الإمارات الأخرى في البر مثلا، ونجد هذه الظاهرة موجودة خارج الإمارات أيضا في بعض المناطق البادية. بينما نجد أن في إمارة أبوظبي عند أحد القبائل مثلا في بادية أبوظبي، عند أحد القبائل اللي ممتدة والكبيرة، كاف المخاطب مثلا يقولون إيش حالك، وحد يقول إيش حالك بالكاف، وحد يقول إيش حالت بالتاء. التشي نفسها هذه اللي تلفظ في عدد كبير من مناطق الدولة مثلا غير موجودة في لهجة بعض أبناء مناطق روس ليبال، الكاف تلفظ كاف فصيحة، وحرف التشاء غير موجودة في اللهجة عندهم. أثبتت الدراسات والتجارب الحية على مدى الحقب الزمنية أن اختلاط الناس من بيئات مختلفة وبألسن متباينة ولد ما يسمى باللغة الثالثة، ولعل أبرز العوامل التي أدت إلى هذا التنوع هو الزواج. فالزوج والزوجة المنحدران من مجتمعين مختلفين والناطقان بلغتين أو لهجتين متبانيتين، غالبا ما يبحث أحدهما أو كلاهما عن كلمات ومفردات جديدة تكون قريبة من لهجة الطرف الثاني حتى يفهم هذا الآخر معاني الطرف الأول. الآن نحن نجد بعض هؤلاء الذين يدخلون الألفاظ الأجنبية في عباراتهم، والله هذا المشروع في قب، يعني بدل مثلا فجوة أو صدع مثلا، يعني هذا يعني big problem، يعني أنت بالمكان تعبر بكلمة مشكلة كبيرة، بل بعض الأحيان يصل إلى أن هذا الشخص يفكر باللغة الأجنبية، يتحدث مع أخيه بلغة المدرسة الخاصة التي درس فيها. لماذا؟ لأنه لم يجد، ربما لم يجد الحضانة اللغوية في بيئته أو ما يشجعه من بيته أو من زملائه على الحديث باللهجة
عند العودة إلى البيت. ربما الأسرة تعتقد أن حديث الولد أو هذا الابن أو هذا الطفل في البيت بلغة المدرسة الخاصة الأجنبية هو نوع من التقوية له ونوع من الاعتداد ونوع من الفرحة أن الولد على متعلم ومجتهد، ولكن هذا يعني هذا قد يؤدي بشكل عام إلى نكران للهجة المحلية وإلى أن يعيش هذا الطالب أو هذا المتحدث اللغة الأجنبية الأخرى لتحتل وجدانه وذاته وتصبح لغة تفكير، فيكون من الصعب عليه كلما كبر أن يعود إلى لهجته الأم، فتستمر هذه اللهجة معه في الحديث مع أبنائي، في الحديث مع زوجتي، في الحديث مع الآخرين، وهذا أيضا أمر يجب أن ننتبه له انتباها كبيرا. بخصوص المفردات اللهجات الإماراتية اللي بدأت تختفي من لهجة الجيل الحالي الشاب والناشئ وصار يستخدم مفردات بديلة عنها، حلت عنها بدالها مفردات أخرى، أو في هناك ظاهرة أخرى الاتجاه للعمومية، وعندما أتحدث عن العمومية أتحدث عن اختزال مثلا يعني أنواع النخيل في اسم نخلة وأنواع الرطب في اسم رطب. يعني الحين وايدين من أبناء الجيل الحالي لو بتيب له 4-5 أصناف من أنواع الرطب وتقول له شو الأنواع بيقولك ما أعرف، هذا كله رطب بتعدد ألوانه وأشكاله وذوقه. ليش؟ ما تعلم أو ما عاش في هذه البيئة أو ما عرفها وما يعرف هذه المفردات ولا يبغي يتعب نفسه، خلاص رطب وانتهى. أو على سبيل المثال في بيئة البحر السمك، يعرف أن هذا كله سمك بس ما بيقدر يفرق لك بين عشرات الأنواع من السمك ولا يبغي بذل الجهد في هذا الشيء، اتجه إلى العمومية. الخصوصية بدأت تختفي، مو بس في هالمثالين، في أشياء وايد في حياتنا. يعني المراحل العمرية للنباتات، يعني الحين يوم النخلة نفسها بين أنها تكون كاروب أو تصير فسيلة أو بجسة أو صرمة أو عوانة، هذه المراحل العمرية والاختلافات اللي مولودة عندها ما يعرفونها أبناء هذا الجيل. وتبقى اللهجة الإماراتية عمدا قويا من أعمدة الموروث الشعبي الإماراتي وترجمانا حقيقيا لحياة الأجداد الأولين وما نسجه فيها من تفاصيل شديدة النبض من أجل الحفاظ على تراث الشعوب وتعليمه للأجيال المقبلة. كبير السن مثلا إذا أتى القادم من الفجيرة إلى أبوظبي مثلا في السابق، أو القادم من دبا إلى دبي، أو القادم من الشارقة إلى خورفكان مثلا يتحدث بلهجته مثلا، وهو ويعرف هذا الشخص هذا يتحدث بهذه اللهجة لأنه قادم من المنطقة الفلانية، وهذا ما كان متعارف عليه. يعني حاليا بدأت اللهجات مع الجيل الجديد بدأت بالذوبان ببعضها البعض، خاصة بسبب العمل بين إمارة وأخرى، الدراسة في الجامعة، فبدأت لهجة أخرى مشتركة، لهجة جديدة مشتركة منذ 20 سنة أو أقل، ومع الزمن تزداد عمقا بالتكون بين أو أنها تجمع أبناء دولة الإمارات حاليا لهجة مشتركة هي أقرب للهجات وسط دولة الإمارات أو لهجة دبي والشارقة. يعني هي مزيج من هذه من لهجة دولة الإمارات العربية بشكل عام، مع التركيز على أنها تتقارب مع لهجات دبي والشارقة بشكل عام. شوف، من ضمن الأشياء مثلا أو المشاريع اللي نحن ممكن نطرحها يعني للحفاظ على اللهجة العامية أو بالأحرى إحياؤها وعدم موتها،
لأن نحن جزء كبير من تراثنا مدون باللهجة المحلية. أول شيء لابد من وجود معهد خاص باللهجة المحلية للحفاظ عليها وتوثيق الكلمات، إصدار معجم كبير للهجة المحلية وفيه استشهادات حق الكلمات هذه، عرفت كيف؟ المعاجم اللي صدرت لا تفي بالغرض، محاولات جرت بعضها تعثر، عارف كيف؟ يمكن أنجح كتاب هو كتاب الدكتور فالح حنظل. الدكتور فالح حنظل كل كتب التاريخ المحلي تقريبا ظهرت على يديه وأغنى المكتبة، ومن ضمن إغنائه للمكتبة عملوا هذا المعجم، وهذا المعجم ليس بالأمر الهين. فلابد من عمل معجم موسع للهجة العامية لمساعدة الباحثين على تفهم التراث الشعبي القديم وإحياء المفردات، أحيانا حتى في أشياء حديثة نعيد إحيائها في بمفاهيم جديدة، عرفت كيف؟ الشيء الثاني، القصائد من الشعر النبطي تحتاج إلى القيام بشرحها، إصدار دواوين مشروحة حتى تيسر للباحثين فهم المعاني. وهذه مش فقط عندنا نحن في الوطن في الإمارات، بل حتى في الوطن العربي، لأن هذه التحولات اللغوية شملت العالم كله. فكل تراث أدبي شعري قديم باللهجة العامية اليوم الجيل الجديد لا يكاد يفهمه إلا مشروحا لكثرة المفردات والتراكيب التي تغيرت فيه. طيب كيف نحن ممكن نوصل هذه أو نعيد أو نحافظ على هذه المفردات من الاختفاء وهذه الخصوصية، وكيف نعيدها إلى الحياة؟ مسألة مو بصعبة جدا، ممكن من خلال الوسائل أو من خلال البرامج الإعلامية التلفزيونية والإذاعية، من خلال التغطيات الصحفية، من خلال المؤلفات والأبحاث، حتى أحيانا من خلال المسابقات، مسابقات الأبحاث أو المسابقات في المفردات نفسها. في الإمارات عندنا خلال في الفترة الأخيرة ظهرت برامج وايد تساهم بشكل أو بآخر في المحافظة على هذه اللهجة وعلى خصوصية هذه اللهجة في مختلف البيئات. هل هي كافية؟ أنا أشوف أنها غير كافية، نحن لا نزال بحاجة إلى جهود أكبر. وأعتقد أن أيضاً وزارة التربية والتعليم ممكن يكون لها دور مهم جداً وفعال في إدخال مثل هذه المفردات المتعلقة بالخصوصية الإماراتية وبيئات الإماراتية الأصيلة، إدخالها في المناهج التعليمية. الشخص الذي يشعر بالانتماء، كلما شعر الفرد بالانتماء أو هذا الجيل الجديد كلما شعروا بالانتماء لهذه اللهجة أو لهذا الموروث اللغوي اللهجي الذي هو جزء من الهوية الوطنية، كلما حاول أن يبحث أو أن يقوم بتعميق المخزون اللغوي الخاص به، سواء بألفاظ قد لا يسمعها في الحياة العادية أو من الكبار، لكنه يجد لها مثلا ذكر في الكتب، في كتب اللهجات التي تصدر بين وقت وآخر، يجد أيضا لها ذكرا في الحسابات الخاصة باللهجات في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا شيء جيد، يجد أن بحثا ما حول اللهجات لم يكتب في وعاء ورقي، بل كتب في وعاء إلكتروني، هذا شيء جيد.